وصبح عليكم وأهلا بيكم وموجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. أجمل بداية وأجمل حكاية بمشيئة الرحمن. أنت أكبر من رمسيس، أنت أكبر من نيفرتيتي. أخيرا ابتسم لك الحظ يا ميسي. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. النادي الأهلي اختتم امبارح تدريباته لمواجهة بيراميدز في بطولة السوبر المصري اللي هتقام النهاردة على ملعب محمد بن زايد بالإمارات. وشهدت تدريبات اللعيبة عدد من الجوانب البدنية والفنية المتنوعة بالكرة استمرت لمدة 15 دقيقة. كمان اتدرب اللاعبين على ضربات الجزاء. البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز علق على مواجهة النادي الأهلي في كأس السوبر المصري بأن المباراة متكافئة بنسبة 50-50 بين الفريقين. كمان قال أن بيراميدز تأسس منذ فترة قصيرة ورغم كده بيلعب بطولات كتيرة وبيسعى لتحقيق أول بطولة في تاريخ النادي. كمان قال أن فريقه بيطمح لتحقيق لقب كأس السوبر أمام الأهلي وهيلعب بروح عالية. فريق البنك الأهلي تعادل مع المقاولين العرب 1-1 في المباراة اللي أقيمت ضمن منافسات الجولة 27 بالدوري المصري الممتاز موسم 2022-2023. بالنتيجة دي المقاولين في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 37 نقطة، أما البنك الأهلي في المركز 16 برصيد 25 نقطة. فريق طلائع الجيش فاز على فريق حرس الحدود بنتيجة 3-2 بعد ما كان متأخر بهدفين في المباراة اللي أقيمت ضمن حساب الجولة 27 من الدوري المصري. بالنتيجة دي رفع طلائع الجيش رصيده من النقاط ل 24 نقطة في المركز 17 قبل الأخير بجدول الترتيب من 25 مباراة. أما حرس الحدود فبيواصل تواجده في المركز الأخير برصيد 16 نقطة في جدول المسابقة. مجلس إدارة النادي المصري عقد اجتماعه الدوري امبارح بحضور جميع أعضائه، وجدد المجلس رفضه التام للاستقالة المقدمة من كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي، وقرر توقيع غرامة مالية بقدرها 200,000 جنيه على مدير الكرة بالنادي إبراهيم حسن ومنعه من الظهور إعلاميا بعد التصريحات اللي قالها عقب مباراة الإسماعيلي الأخيرة بكأس الرابطة. خالد العواضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي أعلن امبارح عن إتمام التعاقد مع علي زين للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة اليد رجال على سبيل الإعارة خلال بطولتي كأس السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس، وقال إن علي وقع عقد الانضمام للفريق دون أن يكون له أي شروط.
ونروح للدوري الإيطالي وتتويج فريق نابولي بلقب الدوري للموسم الحالي وللمرة الثالثة في تاريخه، وده بعد التعادل الإيجابي مع أودينيزي 1-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح ضمن منافسات الجولة 33 من الكالتشيو. بالنتيجة دي توج نابولي الإيطالي بالدوري الإيطالي برصيد 80 نقطة وبفارق 16 نقطة عن أقرب منافسي نادي لاتسيو الإيطالي اللي في المركز الثاني برصيد 64 نقطة، وده قبل وصول قطار الدوري الإيطالي لمحطته النهائية بخمس جولات واللي بتحقق منهم 15 نقطة. فريق إشبيلية فاز على إسبانيول بنتيجة 3-2 في المرحلة 33 لمسابقة الدوري الإسباني، بكده ارتفع رصيد إشبيلية ل 44 نقطة في المركز العاشر، في حين توقف رصيد إسبانيول عند 31 نقطة في المركز 19 وقبل الأخير. مشاهدينا خلصت كده نشرتنا الرياضية، ونرجع مرة تانية لشاذلي وجمانة نكمل معاهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر.